ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. نشر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يوم الأحد بيانا حول موعد أول أيام العيد المبارك الذي سيوافق بالحسابات الفلكية يوم الثلاثاء 4 يونيو. وأفاد المجلس المذكور في بيانه أن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر شوال لعام 1440 هجرية تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 10 حسب التوقيت العالمي الموحد من اليوم الاثنين 3 يونيو 2019 ميلادية الموافق ل 29 رمضان 1440 هجرية. وأضاف البيان أنه يمكن رؤية الهلال في اليوم ذاته بعد غروب الشمس في المحيط الهادئ الشمالي والجنوبي مثل هاواي وبولونيزيا الفرنسية، وعليه سيكون أول شهر شوال عيد الفطر المبارك لعام 1440 هجرية، هو يوم الثلاثاء الموافق ل 4 يونيو 2019 ميلادية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.